المتبقي. كل ما كنت أراه كان ناراً ودماً ورؤوساً مقطوعة وظلال جلادين قادمين يقتربان لانتزاع روحي. حين الموت تعرض كل حياة الإنسان أمامه في تلك اللحظات، وهذه اللحظات مناسبة ليرى الإنسان ما فعله في حياته. بدأت حياتي الحقيقية منذ أن صرت صهرا لعمي الحسين بن علي، وكان ذلك مزامنا لموت معاوية واستخلاف يزيد في سنة 60 للهجرة. أمر يزيد واليه على المدينة أن يأخذ البيعة من الحسين، أما الحسين عليه السلام الذي لم يكن على استعداد للبيعة أجبر على ترك المدينة مع أسرته والذهاب إلى مكة. حينما وصل خبر موت معاوية إلى الكوفة وعلم الناس أن الحسين لم يبايع يزيد وأنه غادر المدينة، اجتمعوا وكاتبوا الإمامة وطلبوا منه أن يأتي إلى الكوفة. خرج الإمام عليه السلام من مكة متجها إلى الكوفة، وبعد معاناة شديدة وجعجعة الحر وصل إلى كربلاء في يوم الخميس الثاني لمحرم سنة 61. وأنا رأيت بعيني كل هذه الأحداث منذ الخروج من المدينة وإلى بلوغ صحراء كربلاء، ورأيت كيف جاء جيش عمر بن سعد إلى كربلاء وقطع علينا الماء، وكان هدفه إجبارنا على طاعة ابن زياد أو نستعد للقتال. استدعى الإمام أصحابه في ظلام الليل وصمته ليتم الحجة عليهم. إنه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، ألا وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. أصحابه أقسموا على الدفاع عنه حتى آخر قطرة من دمائهم في سبيل الخلاص من ظلم الظالمين. تقابل الجيشان، أما الحسين عليه السلام فقد راح يخطب في من أقبل ليريق دمه الشريف. فانسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، فانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه علي؟ تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا؟ تحدث الإمام بكلماته مع أولئك الناس، إلا أنه لم يؤثر بغير القليل جدا، فرأى الإمام نفسه مجبرا على خوض الحرب. كان جنود ابن زياد يعلمون بوجوب الخوف ممن لا يهاب الموت، فهجموا بعيون جاحظة ودم متجمد كما الحيوانات الضارية، وفجأة رأيت لمعان سيف ولم أعي شيئا بعدها. كان الجلادان لا يزالان فوق رأسي. اصبرا، لا تقتلوه، اصبرا. لم يحن موعد موتي، فقد أدت وساطة أحد أقاربي الذي كان في جيش الأعداء لأن يتجاوز عني. أنا الذي حملت روحي لأجل الحسين
وقدمت بها إلى هنا. أيها الرماة، أطلقوا سهامكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اليوم كان نفس اليوم، والناس هم أنفسهم، والشيء الذي ضاع هو حياة أفضل الذين عرفتهم. ومدينة الكوفة كانت شاهدة على أن أهلها قد نقضوا عهودهم ومواثيقهم بسرعة بالغة.